ثعبان الخنزير الشرقي. يستوطن هذا الثعبان أمريكا الشمالية ويمتلك وجها يشبه أفعى الكوبرا. يعتبر هذا الثعبان خطيرا للغاية ويمتلك سما قويا جدا. في الغالب يكون عدوانيا ضد البشر ومعروف بتظاهره بالموت قبل الهجوم حتى يجعل الفريسة تشعر بالإطمئنان، ومن ثم ينقض عليها بسرعة كبيرة. لهذا لا تقترب من الثعبان أبدا، ويفضل الهروب سريعا إن وجدته في أي مكان.